In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear daughters and sons, students of Thanawiya Amma and Al Azhar, a new edition of your weekly English program, Madrasa Al Hawa. Dear students, we have the pleasure to host Mr. Assam Mukhtar, Senior Master as the Minister of Education. Hi, Mr. Assam. Hi, Mr. Mukhtar. Tamam? Alhamdulillah. Dear students, last session we started Unit 13, Women in History. We اتكلمنا فيها على نماذج زي ما قلنا. يعني سيدات في التاريخ واتكلمنا عن دكتور عائشة عبد الرحمن. مستر عصام النهارده بيتكلمنا على الجرامر بارت، هيكلمنا على الجزء الخاص بالجرامر، وانتوا عارفين طبعا هو مهم جدا، احنا اكيد درسناه قبل كده في سنوات مختلفه ولكن السنه دي برضه بشكل مختلف، وكمان اكيد هيكون موجود في ورقه الامتحان. الدرس بتاعنا النهارده ريليتيف كلوزز او ريليتيف بروناونز. وخلينا في الاول كده اسك مستر عصام، احيانا مستر عصام بشوف الدرس ده عنوانه كده ريليتيف كلوزز ومره ريليتيف بروناونز. And really, we want to know the difference between using this and that. Yes. يعني إمتى أقول relative clauses أو الفرق الاثنين بين relative clauses والرelative pronoun. الفرق هنا بسيط جدا. رغم إن الاثنين قريبين أو من بعض، لكن لما نقول هنا نفس الكلمة relative اللي هو الرابط. أيوة. يقول هنا pronoun. Pronoun هنا بمعنى ضمير. Yes. لو أنا اتكلمت على كلمة pronoun يبقى أنا أقصد who, which, that, whose, whatever. Yes. لكن لو أنا هغير وأروح مدخل كلمة close. أيوة. Close هنا بمعنى عبارة كاملة، جملة كاملة. يقصد yes. بيها إيه؟ relative clauses اللي هي العبارات التكميلية، يعني بيبقى كاتب لي جملة ويروح مكمل عليها جملة كاملة مستعمل لي فيها relative pronoun. تمام. لو أنا هتكلم عليها وظيفيا يعني. Yes. يعني نقدر نقول إن لما بقول relative pronouns فأنا بتكلم just على who, whom, which, that, where, whose, what and when. لكن لما نقول كلمة relative clause يبقى ضمير وصل، لا دي جملة الوصل نفسها بقى. ليه؟ إن كلمة close هي جملة لكن تبدأ بضمير الوصل. معنى كده إن احنا we use the relative pronouns to connect two statements عشان أربط جملتين. طيب هنبدأ بيها مستر عصام. بهو. نبتدي بيها بالله. طيب اتفضل. طيب لو انا اتكلمت على هو هنا، طبعا احنا نوجه الاولاد يبقى الحاجه مهمه جدا ان we have three things in common: who, which and that. الثلاثه دول مرتبطين رغم طبعا مع الفرق الوظيفي بتاع الثلاثه معناهم الذي. ايه الشيء in common، الرابط اللي ما بينهم، اللينك المتصل بيهم؟ ان although three articles، الثلاثه دولت لازم must be followed by a verb، لازم يبقى مربوط وراهم فعل، باعتبار ان دول اللي جايين بمعنى الذي كفاعل. نخصص بقى. If we are going to talk about who, we are talking about a person or زي ما بيقولوا كده إنسان عقل. يعني حتة عقل ديت عليها كلام، بس احنا بنقول إنسان عموما. لو أنا قلت هنا this is Ali who is my friend. This is Ali دي جملة الواحدة. Yes. والجملة الثانية Ali is my friend. أنا علي واضح أنه متكرر في الجملتين. طب أنا لما استعمل بديل عشان أغيره وأربط بيه، إيه بقى relative pronoun هيجي هنا؟ بنتكلم على هو. So this is Ali who is my friend. طيب قبل ما نستعصم نكتب الكلام ده خلينا ناخد اتصال من القاهرة. ويهاب بسام. لو بسام. الو مستر، ازيك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ايه قول لي بقى، انت متابع طبعا اكيد مدرسة على الهوا في كل المواد صح؟ اكيد. ربنا يكرمك. طيب النهارده الدرس بتاعنا بيتكلم على relative pronouns او relative clauses، وكان مستر عصام بدأ بكلمة هو. قبل ما ناخد سؤالك، يا ترى يعني انت مستوعب ان ده مهم جدا جدا الدرس بالذات في الامتحان ولا لا؟ مهم جدا طبعا. طبعا عشان كده نوضح برضو، ناكد لكل زمايلك لازم يتابعوا مدرسه على الهواء. طيب سؤالك، هتعرف نفس الدرس ولا في حاجه تانية؟ لا في الفوكابلري اسئله تشويس يعني. اه طيب اتفضل، معاك مستر عصام. اول جمله the director. The director was. وبعد كده نقط was space يعني. ايوه. of his team's performance. of 16 performance. his team's performance. اقول تاني يا بسام الكلمه دي مش واضحه. his team's performance. disappointed ولا unhappy. performance. انت طبعا بتتكلم على عايز الصفات. بص يا باشمهندس، التشويس بتاعتك هو disappointed وكلمه unhappy. تمام. unhappy. يس. بص يا بسام، احنا هنا مشكلتنا في قصه الصفه، الصفات عموما اللي بتنتهي بالاي دي دايما بتبقى relative خاصه بالانسان في احيانا يعني.
لكن لما تقولي هنا disappointed ولا unhappy، لو خدت بالك disappointed بمعنى محبط او خائب الرجاء، يعني كان عنده امل معين في حاجه وما حصلتش. طيب unhappy ما هي غير سعيد، هي اللعبه مش هنا، ده اللعبه في حرف الجر المرتبط بيها. تمام. طب يا ترى disappointed فاكر حرف الجر اللي بيجي معاها بالسمكه، الليله خلصت بسرعه. disappointed او انا عارف انها disappointed، بس انا يعني اصل ده كان شايف كتاب خارجي وانا بتاكد. لا لا سيبك من الكتاب الخارجي دلوقتي، احنا بنتكلم على التكست اللي في الوزاره بنوفره لنا. احنا عندنا وحده كامله بتتكلم على حروف الجر، لازم تبقى فاكر قوي disappointed in ولا وا ولا وات ولا with ولا حروف الجر تفرق كتير هنا معانا. فالجمله بغض النظر، ايوه بس اتفضل. طب لا احنا لو حطينا بدل of with، ايوه شوف انت وصلت معايا لغايه فين؟ يعني هي القصه هنا في حرف الجر اللي بيبقى جاي معاه disappointed with، برافو عليك. يبقى حرف الجر هنا غير موفق، يبقى في الحاله دي انا هضطر اغير، خاصه ان انا ان هابي ما هابي ويز برضه يعني هي مرتبطه بيها. فطبعا طالما حرف الجر مش موجود معاها لازم نستبعد ديسابوينتد، طبعا لازم معاها حرف الجر ويز. ان هابي. تمام. اوكي يا بسام. اوكي دو يو هاف اني اذر كويستشن بسام؟ هو في واحد كمان بس. طيب جو اهيد. هي وبعد كده سبيس. يس. ميني ديفرنت. ميني. And interesting ideas. Different and interesting. على فكرة بسام عاجبني اللهجة بتاعته قوي. تمام. بسام صديق البرنامج. تمام قوي. Interesting ideas. Yes. In his work. In his work. Okay. Examined ولا experienced. Examined or experienced. الاسئله اللي من النوع دوت فعلا احنا لازم نحيي بسام عليها. تمام. بص هنا بقى الكلام دوت لما يقول هنا examined، examined بمعنى فحص او عمل اختبار لحاجه معينه. تمام. لكن انت بتقول لي هنا كلمه idea بمعنى فكره او زي ما بنسميها كده خبره او تجربه، فلازم تبقى داخل معاها كلمه experienced mini، يعني الراجل ده مر بتجارب وافكار. واخد بالك يا بسام؟ لكن اكزامن هنا داخل فيها العنصر اللمس، عنصر البشري، ان انت بتعمل تيست عليه وبتحاول تشوف النتائج بتاعها، تحس ان ايدك داخله في الموضوع، بتعمل تيست تيوب وتعمل سوليدز وبتعمل يعني ميجرمنتس ليها. لكن واحد اتكلم قدامك وعمل موقف معين، فانت بتعمل هنا اكسبيرينس، بتعمل خبره ليك وخزن لهذه التجربه، بمعنى صح بتعمل وزن ليها. يا ترى الكلام ده مظبوط ولا لا؟ اوكي. وطبعا طالما جبت السيره، فاكر الوحده الثانيه كانت بتتكلم على اكسبيرينس مش بتتجمع طبعا، اللي هي بمعنى خبره في مجال، لكن اكسبيرينسز انجمعت تبقى معناها ايه؟ مواقف حياتيه، تجارب في الحياه. yes. دي اللي احنا نقصد عليها اكسبيرينس. طيب بيفور يو جو بسام، ليت مي اسك يو ا كويستشن. انت سالتنا واحنا جاوبنا، احنا بقى دورنا هنسالك سؤال يا بسام عشان نطمن بقى عليك. اوكي. تمام. اوكي. طيب مستر عصام يكتب حالا دلوقتي جمله هيقول لي بسام كما عندي كلمة سبيس يا مستر عصام. يس. فونز اس كما از ا فريند اوف ذا بروجرام، ا فريند اوف ذا بروجرامز او ا فريند اوف اورز. يعني هو طبعا عندي اختيارات، ركز، عندي اختيارات هو اوكي وعندي ذات وعندي هوم وعندنا ويتش. اقرا لنا كلمة مستر عصام الجملة معلش. اقرا تاني كده وبسام. yes. خد بالك ما تستعجلش يا بسام. اوكي بسام خد بالك الكاما الجملة ديت اللي هي تعتبر زي كده بيسموها بالعربي ايه؟ جملة ممنوعة من الصرف؟ حاجة زي كده. هي اعتراضية. جملة اعتراضية. بسام كاما سبيس فونز اس، يعني بسام اللي بيتصل بينا از ا فريند اوف ذا بروجرام، يعتبر صديق للبرنامج. بسام ايه اللي انا في اكسكلوسيف هنا يا بسام. يبقى انا خاصتك بالذكر هنا، برافو عليك. تمام. يبقى ما تستعجلش وتروح على هو. لا انا ما حطيناها كلمه كما. لا خلي بالك الفرق كما الفرق كما كما يبقى لازم استخدم هو، ما استخدمش ايه ذات. تمام. هو ما انا قلت بالظبط. معلش ما خدناش بالنا. هيبقى لما يكون في كما دايما لازم كلمه هو. تمام. طب لو ما فيش كما، لو ما فيش كما يبقى ذات هو او ذات، هو او ايه او ذات. مستر عصام بيوضح لك، بيقول لك لو مفيش كما ينفع الاثنين، هو او ايه او ذات، لكن طالما في كما يبقى لازم كلمه هو.
هو بس. اتفقنا كده؟ تمام. انت شاطر بسام and really thank you for your phone call. وتابعنا ونرجع تاني. انا بس كنت عايز اطلب من حضرتكم طلب كمان. اتفضل سريعا. معلش يعني لو تقدروا تخلوا حصه ساعتين لان حصه الانجليش يعني حصه قيمه فعلا يعني. ربنا يكرمك. احنا really we are doing our best ونتمنى ان يعني كلامك يوصل لاداره القناه عشان فعلا احنا يعني محتاجين وقت كبير جدا جدا. ولكن خلي بالك هي قناه واحده وبتحاول تغطي كل مراحل التعليم الشهادات على الاقل وفي كل المواد. عارف طبعا الموضوع خارج عن اراده اداره القناه او خارج عن اداره المدرسين، ولكن بنحاول بقدر الامكان. وما تنساش في اخر السنه احنا فعلا بناخد وقت كبير جدا ونراجع فيه ان شاء الله. اتفقنا؟ تمام. ربنا تمام. يكرمك. شكرا. اوكي سيو باي باي. نرجع تاني مستر عصام، وانت كنت تكلمني على استخدامك لكلمه هو. كنت قلت مثال كده. Yes, okay. Yeah, this is Ali. Oh, this is Ali. Yes, right. Who is my close friend? Yes. طب ما اشكرا نكتب الجمله كده ونشوف هي جت ازاي يعني. يعني هي كانت جملتين في الاول. لما اقول هنا this is Ali. Yes. ودي الجمله الاولانيه. Full stop. Ali is my close friend. لو خدنا بالنا هنا انا عني علي هنا متكرر في جملتين، بما ان انا هستعمل رابط خلاص متفقين كده على انها هو الرابط ده بيجي عشان يشيل اللي متكرر بس. يا ترى ينفع اشيل اللي هنا؟ لا طبعا الجمله تبقى باظت كده. يبقى في الحاله دي انا هغير واشيل علي وهحطه بدلها. يبقى this is علي. الناس تاخد بالها احنا بنتكلم على مين؟ على واحد فاعل هو، لان الجمله الثانيه جايه ورا فيرب is. هو is my close friend اللي احنا بنسميه الذي يكون. يعني كلمة هو لوحدها ترجمتها الذي بعينه يكون كذا. فنبقى واخدين بالنا كرابط الرابط ده معناه ايه بالعربي ووظيفته ايه في الجملة، خاصة انه جاي مكان ضمير فاعل. تمام. لاحظت حاجتين كده يا مستر عصام في الجملة بتاعت حضرتك. حضرتك بتقول لي بقى تقول لي كلوز فريند، ما قلتليش ليه كلوز فريند؟ ليه؟ كويس النقطة ده. ده أول نقطة. لما نقول كلوز اللي هو معروف اللي هو ذا ساوند هنا بك. أنا كده كايبه كفر. Yes. يعني يغلق. يغلق. Please close the door. أيوة. Close بنتك عليها كأنها طالعة زين عربي خالص. أيوة. لكن لما هطلعها س ساوند close friend. أيوة. شلتها من خانة الفيرب حطيتها في خانة الصفات. أيوة. Close friend بمعنى صديقي القريب اللي احنا بنقول عليه كده ايه؟ The intimate friend. أو الانتيم. يس. يبقى لاحظوا كده يا أحبائي زي ما قال مستر عصام مشكورا قال لي إن في فرق كبير جدا في البرونسيشن في النطق. لما بقول close friend يبقى the intimate friend صديقي الانتيم أو صديقي المقرب close، لكن لما بقول close معناها يغلق رغم إن السبيلنج نفسه واحد C L O S E. طيب الملحوظه الثانيه انت قلت لي لما بتبقى هو جايه مكان فاعل انا ما بعرفش استغنى عنها. طبيعي. يعني زي ما قلت لي علي هو مثلا فونز از ماي فريند اند سو اون. طيب لو جيت قلت مثلا غيرت شكل الجمله وبرضه باستخدام كلمه هو قلت مثلا نفس الكلام علي الجمله الاولى علي واكس ان بنها والجمله الثانيه He lives in Cairo. اكيد احنا احباء اكيد ما عندناش ري رايت، لكن احنا عايزين اوريكم الجمله بتتحل ازاي. تمام. طيب قبل ما تجاوب يا مستر عصام انا عندي اتصال من المنوفيه عندي احمد. الو احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص يا ابو حميد قبل ما نسمع سؤالك احنا عندنا سؤال بالفعل مستر عصام كتبه وهيناقشه معاك، عايزك تجاوب. اوكي؟ اوكي. بص كده يا احمد احنا متعودين يا احمد ان الريليتيف بروناون اللي هي الضمائر عموما بتاعت الربط حافظينها بيقول لك احنا مكانها في النص دايما بما انها بتربط يبقى لازم احطها في النص كده عافيه. جمله زي ديت تعالى بص كده معايا كده لما قلنا علي وركس ان بنها هي ليفز ان كايرو والجمله الثانيه يعني نفس الفعل ونفس الشغل بس يا ترى احط هو فين؟ يعني انا مطلوب مني احط هو هتحلها ازاي يا احمد؟ انا معاك شايف الجمله حضرتك قول الجمله تاني نقول الجمله تاني انت الاول شايف الشاشه اوكي نقول الجمله بالراحه علي works in بنها والجمله الثانيه he lives in Cairo مطلوب ان انا اعمل joining للجمله طبعا زي ما قال مستر محمد من شويه مفيش rewrite بس هي الجمله بالشكل دوت ممكن تبقى يعني في يعني جايه في فاين ميستيك او ما شابه ذلك انت هتربطها ازاي ممكن علي هو works in بنها ليفز ان كايرو برافو عليك هو ما خدش الفخ اللي كنا عاملينه لا ده احنا عايزين يا مستر عصام هو لسه ما زال عنده مشكله انا بقول علي اللي ايه بقى اللي بيعمل ولا اللي بيعيش واللي بيعيش
يعني هو مبدئيا انت حاولت فيها ساكتة. انت حاولت فيها كويس بس احنا عايزين نظبط الجمله. الاساس بتاعنا فين؟ هو بيشتغل ولا بيشتغل؟ يبقى برافو عليك. يبقى علي هو ليفز ان كايرو ماله بقى؟ وركس ان بنها. برافو عليك تمام قوي قوي قوي. يعني ضروري يا مستر عصام ان انا احط كلمه او الضمير الوصل بعد الاسم العادي عليه. اه طبيعي يعني ما كانش ينفع اقول مثلا علي وركس ان بنها هو. لا 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 هتبقى عايدها على بنها صح؟ آه طبعا لازم نقول ايه؟ علي هو ليفز ان كايرو وركس ان بنها. طب في الحاله دي يا احمد هل ممكن ابدل كلمه هو بكلمه ذات؟ ايوه ايوه برافو عليك. تمام. طب امتى ما ينفعش احط ذات مكان كلمه هو؟ السؤال ده سالناه لك بس من شويه. لما تكون الجمله اعتراضيه. اعتراضيه برافو عليك. اعتراضية انا قصدك ايه بقى؟ اعتراضية نحط كما. انت راجل ممتاز زي الفل. Now we are ready for your questions احمد go ahead اتفضل. بيقول هي doesn't ده فاين ذا ميستيك ولا تشويس؟ فاين ذا تشويس يا احمد. تشويس اتفضل. هي doesn't want to eat yes لو البيت yes the food being delicious The food being delicious. عندنا although of despite. despite. يعني داخل في التسعة. نكتب كده. Although of despite. Yes. Although of despite. حلو قوي قوي. طيب بص كده يا احمد عشان انت اللي هتجاوب معايا. احنا متعودين الاثنين دول معناهم واحد، صح؟ although كرابط طبعا، although و despite الاثنين معناهم واحد، بس الفرق في الفانكشن، الوظيفة بتاعتهم ايه يا احمد؟ although يجي وراها ايه؟ جملة. برافو عليك. كلوز يعني انت كاتب مستر اصلا يعني انت كاتب الكلام اهو معاك. طيب وديسبايت فيرب ذات ان جي او نو. تمام. وكمان نقولها مستر اصلا معلش قولها فريز ايه افضل من كده. احيانا بيبقى اي نجي وناس تغلط وهقول لمستر اصلا جمله وهيكتب عشان نوضح برضه. تاني احنا عايزين نفرق زي ما كنا بنقول في اول حلقه ان في فرق بين كلمه كلوز يبقى برضه في كلمه فريز. كلوز جيفز مينينج كان ستاند الون تقدر جمله تقف لوحدها تدي معنى لكن كلمه فريز ما بتديش معنى. يبقى اللي بعد ديسبايت او ان سبايت اوف ده ما بيديش معنى لكن بعد اولذو اخواتها بقى اللي هم ذو ايفن اف اند ايفن ذو دي كلها بتدي معنى. تعال نطبق الكلام ده مستر عصام على الجمله بتاعت احمد. جملتك هنا يا احمد لو بصينا كده بيقول لي ذا فود بينج ديليشس. اولا انا عجباني الجمله لسبب لان طلبه كتير حافظه هي despite بيجور ING بغض النظر بقى عن حتة ايه الكلوز والفرز اللي نتكلم عليها. يجي يدور على ING مش لقيه. ايوه هو عايز ING يبقى طالع له كده من الشباك. لو خدت بالك هي كلمة the food متأخرة الجيرند جاي وراها شوية being جاية ورا اهي. خلاص احنا متفقين انها despite بس نيجي نبص بقى مع جملة تاني مستر محمد قال حاجة نوضحها على الورق. لما اقول هنا he doesn't want to eat لو انا وقفت لغاية هنا يا شباب دي بنسميها close. close هنا بمعنى جملة كاملة الأركان فيها فاعل وفعل والإكسسوار بتاعها. لو بصيت على الجملة الثانية the food being delicious لو جملة بتبتدي من عند الحتة دي بس لغاية هنا تعالوا دوروا لي كده اعملوا لي identification فين الفاعل فين الفعل. هي دي الجملة اللي مستر محمد بيقول عليها عبارة غير كاملة المعنى. طيب. أنا مش لاقي لي فاعل بدور عليه مش لاقيه. طيب. حتى لو لقيت فعل مش لاقي لي فعل. أيوة. فدي اللي بنتكلم عليها the food being delicious أجي أدور هو ده فعل شكله فعل بس ما هوش فانكشن اساسي انه فعل هو تشكيله منه ده الفورم بتاعه لكن يعتبر اسم معناه ايه بغض النظر بقى طبعا despite the food being رغم كون الفود كونه لذيذا. تمام يعني كده يا احمد يبقى الصح كلمه ايه يا احمد دلوقتي despite القاعده هقولها تاني مره اهو بالعربي ان بعد كلمه despite او despite of انا بستخدم phrase ما بتديش معنى بعد although او though بستخدم close جمله مفيده. احنا دلوقتي هنسالك سؤال بقى من عندنا وهنشوف استوعبت القاعده بتاعتنا ولا لا. مستر عصام مشكون هيكتب space running ودي جت ثانويه عامه مستر عصام تفتكر running my own business is hard running my own business حضرتك هتبقى although عشان running my work يعني اداره العمل. انت رائع نكملها عشان برضه اقول لك استفيدوا كده ازاي is hard كما I enjoy it. I enjoy it. أصبح كده إيه؟ الراجل بيقول يا مستر عصام although وضح لنا مشكورا كده قول لنا إيه الفكرة؟ عندي despite وعندي هنا although. لو خدتوا بالكم يا شباب هو طبعا بيبقى في تشويس في أربعة قدامنا هنا بس بيبقى قاصد يكتب كابيتال لتر دي ومعانا في التريك والفخ بتاعها يحط لي كله هيبقى كابيتال لترز يس. الشباب بقى
حافظ، دايما بنقول حافظ وده خطأ، لازم أيوة. اقرا كويس ولازم استوعب الجمله. رانينج انا معاك، هي كلمه رانينج معناها بيجري، لكن يا ترى هو ده المعنى بتاعها؟ لا، هي ران كمان ليها معنى تاني اللي هي يدير او يتحكم في شيء. تعالوا بقى نكمل. لما قلنا رانينج ماي اون بزنس، لغايه هنا اداره اعمالي، دي مالها؟ ده جاي وراها موضوع كبير، جاي موضوع كبير قوي اهو. في از هارد يعني اداره عملي او اداره شركتي مثلا، بيكون عمل يعني شاق، صعب عليا او شاق. ده انت عندك فاعل بس ربنا مطول فيه شويه، عامل زي قطر السعيد طبعا، طويل قوي الفعل، احنا متعودين ان هو كلمه واحده، لكن لو تعدوا اصل مفيش عندنا قطر من قطرات السعيد. ران 1 2 3 4 كل ده فاعل، ايوه هو فاعل مركب طبعا. يبقى اذا انا رايح على كلمة although. ما ننخدعش يا شباب بشكل الجملة بدون الإمعان في المعنى عشان أقدر أحدد دي جملة فيها فعل. هناخد الجملة الثانية عشان تأكد للمعنى برضو. لو قلت مثلا they managed to finish in time. أحمد لسه معنا؟ yes. they managed to finish in time. to finish in time. in time space. the drawbacks or the difficulties. The difficulties they faced. يا ترى هتبقى though ولا despite؟ يلا يا ابو حميد معلش قول الجملتين. نقولها تاني الاول واحده واحده، انت معانا طبعا على الشاشه. they managed to finish in time، استطاعوا ان هم ينتهوا بدري. طبعا space the difficulties they faced. difficulties اللي هي الصعوبات صح؟ faced هنا يا احمد بمعنى يواجه او واجهوها، يبقى هم قدروا يخلصوا الشغل بدري رغم الصعوبات التي واجهوها. ها واضحه اهي؟ despite هنا. طب ممتاز برافو عليك. طب لو قلت بقى ركز كده، الصعوبات التي واجهوها دي جمله؟ مش جمله يا احمد صح؟ مش مديها معنى. لكن لو قلت هم واجهوا صعوبات، لو عكست بقى قلت they faced problems او they faced difficulties، لو بدات بالفاعل they faced difficulties اصبحت جمله مفيده صح كده؟ لكن احنا عملنا زي العربي، اخذنا المفعول اللي هو difficulties حطيناه في الاول، قلنا الصعوبات التي واجهوها ضاع المعنى، ما لها الصعوبات اللي واجهوها، فاصبح هنا phrase مش close، وعشان كده كان اجابتك صح اللي هي كلمه despite right. تمام. anyway ابو حميد احنا شاكرين جدا اتصالك وتابعنا، ونرجع تاني يا مستر عصام لموضوعنا سريعا. احنا عايزين كده بس ايه نوضح حته، يمكن احمد يمكن كان مزنوق معانا في التليفون فمش قادر يكمل. النصيحه للاولاد كلها في الامتحان بغض النظر بقى البوكلت والقعده بتاعت اللجنه وكلام من ده، انت عندك سؤال في الروابط جاي تمام، لان انت عندك وحده كامله الواحد ال 14 ما شاء الله، يعني فيها معازيم كتير في الروابط. لو خدت بالك بقى الرابط ده انا حافظ الطريقه بتاعته. مستر محمد قال الجمله هنا بس يا ريت نتك عليها تاني. حاول تمسك الجمله اللي فاضله دي اللي انا هربط عليها الكلام واشوف دي تطلع ايه، هو معناها ايه، هل هي جمله كامله، هل فيها فاعل وفعل ومفعول وكده قائمه بذاتها، ولا واضح ان في حاجه ناقصه منها. لو في حاجه ناقصه منها تعرف ان دي فريز على طول، يبقى تبع العيله بتاعت سبايت وديسبايت وينسبايت اوف. اوكي انت خبطتنا كلمه بوكلت يا مستر عصام في النص كده، وطبعا في مواصفات جديده نزلت صح؟ طبيعي اكيد مفيش وقت نتكلم عنها، لكن الوعد ان احنا نتكلم على كل الحاجات الجديده ونعمل بوكلت كامل كده، ومستنيين يوم 5/4 ان شاء الله عشان نشوف بس تشوفوه بشكل عملي وبعد كده نناقشكم فيه. اوكي طبعا. نرجع تاني سريعا للويتش بقى ولا كلام كنا بنتكلم على ويتش طبعا، هو خلاص خلصنا منها. هي ويتش بالظبط زيها بس بقى بتعمل فانكشن في حته ثانيه. لما بنتكلم على ثينجز مثلا او في ابستراكت ثينجز، يعني لو انا قلت هنا this is the school، دي المدرسة بتاعتي. that I like a lot، ايه ده انا حطيت ذات، امال ايه القصة دي، احنا نسينا وحطينا ذات، ما احنا ممكن نحط which. انت لو كنت بتتكلم على انسان عاقل طبعا ودوره فاعل وكلام من ده، يبقى احنا شغالين على هو، لكن انا نقلت على شيء مكان، حتى انه مكان حد ما يستعجلش يقول لي وير، ما يقوليش وير، لا شوف شكل الجملة. لكن لما اقول هنا which وخرجها في نفس وظيفية الفاعل، يعني لو واحد اشترى مثلا حاجة كده زي الكلاب الحراسة وكده، يقول لك هنا ايه فرحان قوي this is my dog. والجملة التانية my dog guards my farm، هو عنده مزرعة فشاري كلب عشان يحرسها، الكلب هنا الفاعل بتاع الجملة. في الحالة دي هقول this is my dog which
guard is my farm. يبقى إذن أنا دخلت which بديلة للفعل اللي هو كان أصلا the dog. لأن إحنا ما بنتكلمش على إنسان، بنتكلم على حاجة غير إنسان. برضو إحنا بنركز على نقطة، إحنا بنتكلم على فاعل، مش مجرد حد يستعجل يقول لي إيه ده ملهوش لازمة. لا، ده أنت تشوف وضعه إيه، لأن لسه هننقل على whose و whom، مواويل تانية، بس بنمشي واحدة واحدة. يبقى تاني نركز who which والبديلة بتاعت الاتنين بتاعتنا ذات اللي كنا بنتكلم فيها مع أحمد من شوية. التلاتة معناهم الذي، الشيء المشترك ما بينهم they all are followed by a verb. الفيرب اللي يجي وراهم بقى مضارع ماضي، مش القصة بتاعتي خالص، المهم ان انا بقى مركب الكلام على بعض. ده بالنسبة ل who و which و that. اعتقد هم سهلين جدا، والتمرين عليهم اكسرسايز بتاعهم هيبقى متناول وهنشوفه كمان شويه. طيب قبل ما نكمل تمارين معانا اتصال من سوهاج. وي هاف نادر، ازيك يا نادر؟ اخبارك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نادر، نادر معانا؟ اه معاك. طيب عندك سؤال في ايه بقى؟ سؤالين. القصه في القصه، في القصه. اوكي طيب طلع لنا. اتفضل يا نادر، اتفضل يا نادر. Chapter 8. Yes. Last one. واحدة واحدة كده نادر عشان نكتب وراك. تفضل. Robert was running. Robert was running. Trying. Was right. Was trying. Trying. Was trying. Yes. Was trying. To get the boy. To get the boy. To be quiet. طيب يبقى خلي بالك بقى، ده أصلا مش روبرت، ده روبرت. معايا كده؟ احنا عندنا شخصيتين في القصة، روبرت، روبرت راسندل ده اللي كان اخو رودولف راسندل، ده في البداية اللي هو لورد بيرلزدن. معايا كده؟ لكن الشخصية اللي بتتكلم عنها انت اصلا ده روبر، روبرت هينزل. اوكي؟ اوكي يس. هنكمل السؤال، نكمل معاك. يلا تو بي. ايوه نادر. باي جيفنج هيم سم ماني. باي جيفنج هيم سم ماني. اوعى يا نادر تسالني الولد كان رايح فين. كمل يا نادر. لا بس انا عايز افهم، يعني هو ازاي طفل صغير زي كده يعني بيحاول يعني يديله بعض الفلوس عشان يهديه، يعني هو في نفس الوقت يعني مجرم. سؤال حلو، بس انت ما كملتليش السؤال. was trying to get discuss مثلا السؤال ده ولا لا؟ لا هو بيستغرب على التعبير. انت بتستغرب. طيب بص يا نادر، هو حلو ان انت ليك النظره الناقده دي. برافو عليك. الناس فعلا يعني يقول لك ايه، هو حبكه ولد رايح السوق الساعه 2:30 مثلا، مع الخناقه ديت كانت الساعه 1. تمام، بس احنا هنعمل ايه؟ يعني لازم نكبر دماغنا ونبعد عن الثغرات الصغيره زي كده. بس السؤال بقى مباشره، هو فعلا مجرم؟ روبرت از كريمنال، حتى يمكن زعبت قال هي از ذا ورست كريمنال اوف ذا هول روتينيان بيبل، يعني اكبر مجرم في الروتينيين اللي شغالين مع دوك مايكل. ايوه تمام. لكن تخيل كده، now he is in the neck of the bottle، ده في عنق الزجاجة، and everyone is about to catch him، والكل على وشك ان هو يقفشه. طبعا انت عارف ان خلاص دوك مايكل اتكل على الله، والحرس بتوعه they are about to catch روبرت. طيب انا اعمل انا ايه؟ طبعا هو he was so lucky، القدر بعت له الولد، he was going to the market، طبعا ما فيش مشكلة. but he saw that if he tried to take the horse by force، ما هو سهل جدا يموت الولد او ياخده بالقوة بالعافية، والولد ابتدى يزعق. The cry of the boy might make alarm or alert about the people where he is about. ده ممكن صوت الولد دوت يعرف اللي هم بيجروا وراه. طبعا هو كان already سبق وفي حته ضلمه محدش شايفه في وسط الفورست ووسط التريز. So he tried to use his mind for once. حاول يفكر كده ويشوف دهائه اللي ما فلحش معاه في المحاولات اللي قبل كده، وجي مع الولد دوت. الولد ده يعتبر ايه؟ The last card، آخر كارت ليه عشان يقدر ينجد نفسه. So he had to use his wit، W-I-T، or his mind، giving the boy money. أيوة. Chapter 4. يعني أنت كده استوعبت الجزء بس ده، تمام؟ يعني إذا كان هي طبعا مش هيجي سؤال في الامتحان، لكن زي ما مستر عصام يعني instead of being filled by one، he might be filled by the whole people. يعني الفكرة بدل ما يتبع الناس واحد بس هيجري وراه، لو خد الحصان ده هيبقى الناس كلها بتجري ورا منه بقى، لانه أثيف حرامي. وصلت؟ تمام وصلت. يس. عندك سؤال كمان بتقول chapter 4. ايوه رايت. يس جو اهيد. اتفضل يا نادر. برنسز ران تو ذا ويندو. اجين؟ لا مستني كويس. ذا برنسز. ذا برنسز. يا. ران تو ذا ويندو. ذا برنسز ران تو ذا ويندو. يا فاينل ستيك شكله كده ولا ايه؟ عشان تشوف تو ذا مين door. لا مكتوب run to the window. هو بيقول run to the window.
طيب معلش هنشيل دي خالص. ran to the door, the window. The door window. Okay. To the window. Then. Then. She turned to me. She. Turned. Right. To me. Turned. To me. Looking anxious. Looking. Anxious. Anxious. Right. It's him. It's the Duke. Yeah, it's him. It's the Duke. Yes. ماشي يا yes. احنا معاك في نكتب. مستر عصام شيخ نكتب كل النص بقى. كمل كمل. السؤال. لكن انا عايز اعرف ازاي على الرغم من ان هي الملكة وفي نفس الوقت بتملي اللي هو الملك. ثواني ثواني يا نادر ثواني صوتك بعيد شوية ثواني واحدة واحدة. بالرغم ان هي اميرة. ايه بقى؟ ورسمت خلاص الملك والتوج. ازاي هم خايفين منه مرعوبين؟ هو برضو حاجة ناقدة يا مستر عصام. احنا شفنا في الموقف طبعا لما كان راسندل بتوين براكتس كده the king كان بيزور برنسس فليفيا وطبعا سمعوا بيبل cheering in the street. الناس طبعا كانت بتهتف في الشارع فطبعا هي زي اي بنوتة بصت كده سريعا من الشباك وبتقول له it is him to the duke. تمام كده يعني هي لما تقول it is him يعني ده الشخص يعني بص كده كان بيتكلم انا وانت على حد يا نادر وفجأة نفس الشخص جه فبقول لك يا ده هو وصل يعني بالظبط كده لو كنا افتكرنا حاجة دي النقطة يعني لما قولي تزهم يعني ياريت كنا افتكرنا شيء آخر. هو مش فكرة الخوف يعني هم أكيد عاملين حسابهم يعني اتفضل يس عايز أقول لك على حاجة ده not the real text ده مش التكست الأصلي اللي هو كتبه أنتوني هوب. This is one simplified ده النص اللي هو طبعا تم تعديله وتبسيطه عشان يتوافق مع الطلبة بتوعنا واكيد this is not the only fault in the text ده مش الخطأ الوحيد في التكست فيها حاجات تانية كتير لكن all that matters here is that you will not be asked in such a question. انت مش هتسأل في مثل هذه الأسئلة لكن as Mr. Assam just said we really appreciate your point of view or your attitude concerning criticism. احنا شاكرين جدا انك انت فعلا بتحاول تنتقد ولكن دم بعيد خالص عن النص بتاعنا وطبعا ده مش النص الاصلي زي ما قلت لك قبل كده. اوكي ماشي اوكي نادر شكرا ثانكس نادر اند كومينج باك مستر عصام تو انا هوضح حته صغيره كده طبعا هو نادر خلاص سابنا من على التليفون yes. بص يا اولاد احنا عندنا في حاجه اسمها سكريبت النص بتاع القصه وماشيه ورا بعضيها لو يا نادر خليك معايا بقى الحته ديت لما كان بيتكلم هو رايح اول سؤال مثلا مسؤول نفسه هقول ايه هاو ديد راسندل تراي تو جين بوبولاريتي امونج ذا بيبل يبقى اذا اجابه السؤال من الحته اللي انت بتتكلم عليها ده هي وينت تو فيزيت برنسس فليفيا اول ما راح they were talking about duke michael لان هو ابتدى بيقول ايه it was nice of duke michael to help me with the coronation I'd like to share him or keep him close to me بتقول له يعني انت عايز تخليه قريب منك to know what he is planning to or what تخيل كده يا نادر هم بيتكلموا على مين على ديوك مايكل زي مستر محمد قالك من شويه اتس هيم ده جيب بعينه زي ما بيقولوا كده بالامريكان يقول لك ايه سبيكينج اوف ذا ديفل جيب نفسيره فلان فهم لسه بيتكلموا على ديوك مايكل الصوت بره والناس اللي لسه واقفه شافت ان في حد داخل فطبيعي كيوريوس منها او انكشوس زي ما موجود في التكست راحت تشوف ايه تقول له اتس هيم احنا كنا بنجيب في سيرته لسه فده استطراد للحوار انا عجبني ان انت بتقرا بس خد بالك ان بيبقى في حاجات مرتبطه بحاجات لما يقول لي اتس هيم واضح ان دي رمز الحوار كبير كان مركز على ديوك مايكل تمام يا مستر اسامه لكن برضو لسه عندنا اتصال كمان من كفر الشيخ ويهاب محمد ازيك يا محمد الحمد لله ربنا يكرمك سؤالك في ايه بقى مستيك فايند مستيك معاك مستر عصام اتفضل يا محمد كنت بتقول ماي سيستر ماي سيستر وانت تو want to ولا wants to want to بالاي لا احنا عايزين نبص بقى ركز w a n t يا ترى في اي دي ولا في اس want to يبقى مفيش اس ولا اي دي الماضي من الفيرب من الفيرب جو went not want went, went to yes went to كايرو يونيفرسيتي كايرو يونيفرسيتي يونيفرسيتي كوما 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 يس هي كوما جت اهي What? She? Studied? حلو قوي السؤال ده له علاقة بالواحدة كمان يعني. Studied history. Studied history. Okay. History. بص يا محمد. أولاً عايز أعلمك حاجة صغيرة.
ايه بقى؟ انت شايف كلمه went و to الكلمتين اللازقين في بعض، فاحنا بنفضل نغلب ان احنا ننطق الحرف الثاني went to على طول، تحس ان التي الاولانيه بتاعت went مش موجوده. اه في اسم تمام؟ خلاص يبقى went to على طول. وكايرو انا كان مستني حاجه زي كده تتقال لي كايرو يونيفرسيتي. يا ريت يا شباب، عشان لو بنكتب باراجراف عندنا القاهره طبعا جامعه القاهره جامعه عين شمس اللي لازم تبقى كابيتال ليتر كايرو سي كابيتال. يعني قصدك ايه؟ اصوته الماني ما يكتبوش كابيتال؟ لا ده يكتبوا ده على اصوته الماني على اوكي اوكي. طبعا يونيفرسيتي هتبقى كابيتال ليتر برضو. بس تعالى بقى يا محمد، الجمله معناها ايه؟ اختي ذهبت الى جامعه القاهره حيث ايوه حيث درست. ايوه الله ينور عليك. يبقى انت في الحاله دي انا عندي بوكلت صح؟ ايوه البوكلت هنا عندك ثلاث سطور اهم عشان الناس تبقى متخيله هتحل ازاي. هروح كاتب هنا المستيك. ايوه بالظبط عليك جدا، والكوركشن وانا فاكر سؤال زي كده. المستيك بتاعك عشان تبقى ضامن اكيد هتكتب لي وات. تمام ماشي اوكي يا محمد. لازم يبقى عندنا حته احترافيه التعامل مع الامتحان. انتوا كلكم ما شاء الله جاهزين وحافظين، بس تتعاملوا ازاي صح بحرفيه. وطبعا هنكتب قصادها وير. يبقى انا كده ضمنت النص هنا والنص هنا. والجماعه اللي هيقول لك يا مستر ان ويتش هنقول له صح. ما فيش مشكله. يس يعني حل تاني لكلمه وات يا محمد ممكن تتبدل بكلمه ان ويتش. اوكي اوكي. لسه عندك اسئله كمان؟ لا شكرا. طيب احنا شاكرين جدا محمد اتصالك وتابعنا. وهنبص كده احبائي على الشاشه حالا دلوقتي هنشوف اللي قاله مستر عصام سريعا عشان بس ناكد المعلومه. الجمله تبان قدامكم على شاشه الكمبيوتر حالا دلوقتي بيقول لي This is the woman she owns the house. Yes. الجمله الاولى This is the woman. الجمله الثانيه She owns the house. تلاحظوا طبعا شي عايده على كلمه The woman. اكيد هنشيل كلمه شي او الضمير شي ونحط كلمه هو على اساس ان ذا وومن عاقل. هتبقى الجمله بتاعتي يس ذس از ذا وومن هو اوند ذا هاوس. يس جمله كمان اي نيو يور فريند علي هي يوست تو ليف ان بنها. طبعا هي يوست انت عارفين اعتاد على العيش في بنها، دي طبعا عاده ان ذا باست. لاحظوا برضو طبعا اشيل هي وعوض عنها بكلمه هو اللي هي عايده على علي. تبقى الجمله بتاعتي I knew your friend علي who used to live in بنها. I spent 2 hours talking to علي. والجمله الثانيه I had met him only once before. Again I spent 2 hours talking to علي. I had met him only once before. أكيد هشيل كلمة him كضمير، لكن ينفع أقول I spent 2 hours talking to علي I had met who. لا طبعا احنا اتفقنا أنا ومستر عصام ان ضمير الوصل لازم يلزق على طول في الاسم اللي جاي عليه او عائد عليه. تبقى I spent 2 hours talking to علي who. تمام. وهنشوف عندها شوية يا ترى هو بس ولا في بدائل. I had met only once before. تبقى الجملة بتاعتي as you can see yes I spent 2 hours talking to Ali whom or who I had met once before. هنشوف دلوقتي. طيب معنا اتصال من أسيوط. We have شيماء. Hello شيماء. Hello mister. How are you? I'm fine. تمام. طيب شيماء انت تابعة طبعا معانا ضمائر الوصل. هنخلي سؤالنا ليكي بعد ما نسمع سؤالك. اوكي okay? مستر اتفضلي. Go ahead. اتفضلي شيماء. For what book? لحظة واحدة تاني كده معلش يا سيما. A choice. تفضلي. My sister. Wishes. Yes. She space. Yes. Go ahead. My mom is listening. كملي. My sister wishes. She space ها معلش استاذ رحت سؤال تاني. ده سؤال تاني؟ لا ده انا كنت اتكلم على سؤال غير فدخلت سؤال تاني. طيب ولا يهمك. طب كملنا السؤال ده عشان نستفيد بيه. لا انا عارفاه بس طب قول لنا يا ترى كود ولا وود؟ يا شيماء شيماء معايا؟ طب قول يا شيماء سؤال. قول يا شيماء سؤال. انت لسه معانا يا شيماء؟ واضح انها اتكسفت. طيب حاولي تاني يا شيماء اتصلي بينا. لكن انا خليني اسالك بقى سؤال شيماء اللي هو كان جايبها بالخطا ده. لما اقول مثلا ماي سيستر مشكور حضرتك كنت كاتبه هنكمل هنتخيل يعني جزء.
My sister wishes she space مثلا get مثلا high marks. Get high. High marks. Marks. أنا عندي مثلا عصام أكيد كلمة would وكلمة could. الأولاد عندنا هنا استعمال لو الشخص المتمني هو نفس اللي بيتمنى صح؟ لو شخص بيتمنى دايما لما يقول هنا I wish I could الاستعمال بتاع المصطلح كده ناخد بالنا بس ان الوحدة العشر تحديدا قاعدتنا بتاعت if only و I wish اللي هي بتاعت التمني او الندم نبقى واخدين بالنا قبل ما تجاوب الجملة انا عندي حد هيجاوب اوكي؟ we have أمنية في الأسوان أمنية ازيك؟ وعليكم السلام. Could you please raise your voice? نعم. كده واضح زي الفل. كويس انت عندي صوتك. امنيه سؤال بتاع اختك وصديقتك شيماء من اسيوط كانت بتقول كان جاي يعني سؤال كده بالخطا بتقول ماي سيستر ويشز شي مستر عصام مشكورا كمل الجمله وقال لي جيت فول ماركس واداني تشويسز كود او وود. اختيار سيادتك هيكون ايه يا امنيه؟ وود. ود. عشان كده انا كنت مصمم قوي اقعد اسالها واقول لها لا طب كملي السؤال ده بالذات. اكيد بصي ماي سيستر ويشز شي اختي بتتمنى ان هي. يا ترى في فرق هنا بين المتمني والمتمنى له بالعربي؟ ازاي بقى؟ اختي بتتمنى لنفسها. اي يبقى الشخص واحد ولا مش واحد؟ واحد. يبقى الفعل هو مين؟ المفعول صح؟ شي. اذا كان الفعل هو المفعول يا امنيه يبقى لازم يبقى عندي كلمه كود. كلمه ايه؟ could. رغم ان موجود كلمة she تمام كده؟ تبقى my sister wishes she could. اتفقنا كده؟ لان الكتاب بتاعنا بيقول كده. انا عارف ان طبعا اذا كان بعيد شوية عن كتب الكتاب الوزارة تروح كتب خارجية بتلاقوا فيه عك شوية في الموضوع ده بالذات. انا بوضح تاني بقول ان كلمة could بتستخدم مع كل الضمائر would بتستخدم مع الكل ما عدا I و we تمام؟ لان I و we طبعا دي بتبقى first person اذا كان singular او plural الشخص المتكلم. اذا كنت انا اي او كنا وي فاكيد بتمنى اذا كنت نفسي بقول كلمه كود. لكن لو انا بتمنى لشخص تاني اكيد تبقى كلمه وود. اي ويش مستر عصام على طول تبقى كلمه وود. طب اي ويش اي هتبقى كلمه كود اند سو اون. اتفقنا؟ يبقى نخلي بالنا هنا ماي سيستر ويشز شي كود. عشان كده كنا صمنا نفس عصام ان احنا نتطرق لهذا الموضوع بس تمام. طيب امنيه وات ايلس دو يو هاف؟ عندك ايه كمان في الاسئله؟ تشايلز. اتفضلي يا امنيه. اتفضل. طيب ذا ماشين اوتوماتيكلي. تاني كده بالراحه كده يا امنيه. ذا ماشين يس اوتوماتيكلي اوتوماتيكلي سبيس يس ذا كوارت information تاني كده يا امنيه بالراحه كده بقى required information the required ولا the inquired required information to have sex to have sex here has sex here facts has sex his facts yes okay choices downloads download والهولد يس والكارز. علي صوتك يا امنيه. امنيه انت كنت صوتك علي من شويه. داونلود والهولد والكارز. انت حكيت ضيعت الجمله. داونلودز ايه بقى؟ ولا كارز بقى خليها كارز زي ما هي عشان يبقى كله سيمتريه واحده. انا شايف لا ده بتديك بريزنت بتقول لك داونلودز. انا سامع داونلود بس ولا كارز. لا انت وريحينا يا ترى داونلود ولا داونلودد ولا داونلودز بالاس اخر داونلودز صح كده تمام تمام اوكي كارز برضه اخر هاس كارز أيوة. اوكي وهولدز اخر هاس هولدز يس دي لسه في اختيار ما هو صح يعني في بيرز ها بيرز بارز بي يو ار ار اي اس لا بي اي اي ار اس بيرز كده بيرز كده ماشي ماشي اوكي تعالي بقى نتفرج على ذا ماشين اوتوماتيكلي يعني بشكل آلي او بشكل زي ما بيسموه كده ميكانيكي ذا ريكوايرد انفورميشن تو هيز فاكس. كلمه فاكس هنا بمعنى الجهاز اللي هو بيوصل المعلومه او بيحمل المعلومه لمكان ما. بيرز واضحه قوي كلمه داونلود هنا بمعنى ينقل او بروسس انفورميشن يعني يتعامل مع. يعني انا بكتب ليتر
والليتر ده انا عايز انقله لمكان تاني اكن بالظبط بستعمل يو اس بي وحاجات زي كده. يبقى احنا داخلين في قصه الداونلودز، يحمل او يعبئ، بتنقلي معلومه من الى، يبقى فيها الداونلود. وصلت معانا يا امنيه؟ اه اوكي. يس طب معايا سؤال تاني معلش. يس جو اهيد. I remember My father شكلها taking me كده. Taking me to the pyramids. صح كده؟ صح كده التشويس؟ اوكي طب نكتبها عشان برضو بنكتب لغيرك. Yes. Me to the تكملة الجملة زي ما قال مستر محمد pyramids برضو؟ اه. اوكي. شفت حافظين احنا اهو. اوكي. لا ويا الأهرامات حلوة طبعا. Yes. اوكي طبعا احنا عندنا القصة بتاعت take وأحيانا يقول لي takes. و to take. أيوة. و to take و taking. Yes. حلو الجملة ديت وفعلا سؤال موفق لان طلبة مصر يعني عندها حتة ايه الاريحية في حاجة وبيطنشها بعد كده يقولك لا خلاص انا خلصتها مش عايز ابص فيها تاني. لا الثقة زيادة دي مش مطلوبة. احنا عندنا الوحدة التانية ال 12 عفوا لما يقول هنا فيستيفال اند فوك ميوزك، القصة مش مجرد كلمات، لا ده كمان في السكشن التاني بتاع الجرامر، ومن اهم السكشنز اللي موجودة عندنا، السكشنز اللي موجودة في الجرامر عندنا جميلة جدا. حتة القصة ما بين تو مصدر في نفس القصة طبعا نفس الفعل التاني بقى جاي ING. احنا قلنا قبل كده يا شباب خدوا بالكم، هل الجملة بتدل على حاجة already happened حصلت خلاص، ولا احنا لسه بنعمل process ليها وبنعملها بلان ولسه هتحصل؟ هو ده الفيصل الاساسي في حتة ان تو وجاي وراء infinitive، اعرف على طول ان احنا لسه بنقول ايه في خضم العمل لسه بنعمله او ما انتهاش الحدث. هذا المعنى ده المعنى الاساسي بتاعنا. اما ING دليل على انت عملتي الحاجة دي خلاص وبتفتكريها او بتتذكريها. فالجملة دي تحديدا بقول يا انا منساش ان بابا وداني الهرمة، فعشان كده بقول I remember my father taking me، انا اتذكر. وده دايما بيبقى حاطط لي جملة when I was young عشان تسهيلا مع الطلبة عشان لك انا فاكر ان انا روحت خلاص، معناه ان الحدث ده تم وانتهى. فطبعا زي ما بنقول كده ده الفيصل الاساسي ما بينهم، لكن طبعا في شويه افعال في المراجعات فيما بعد لما هنجي لها ثاني هتلاقوا ان ممكن نفس الفعل زي stop ing stop to مصدر remember زي ما عندنا كده ing. طب جمله زي دي فرصه ما نسيبهاش لما احنا قاعدين لسه في الاستوديو وما خرجناش. انا هقول لك بقى امنيه، طبعا ماما دايما تلاقيك بتتفرج على التلفزيون مثلا، ما بيحصلش الكلام ده قوي، او بتلعبي كتير على الكمبيوتر برده ما بيحصلش الكلام ده ماشي، لكن لما تيجي ماما بقى وهي متغاظه تقول لك ايه امنيه remember to switch off، وراحت معليه صوتها قوي يعني بالعربي كده قومي اقفل انت ما قفلتيش، بس هي بتقول لك بالعربي كده remember to switch off the computer انت ما قفلتوش لغايه دلوقتي، فاستعملت ويج وراء انفينيتيف معناه ان الحدث ده بصدد انه يحدث. يس يبقى في فرق كبير جدا. اكيد الفعل remember يا امنيه دايما بعدته مصدر او ing، والفارق ان تو مصدر يبقى لسه ما حصلش شيء، لكن remember جيرند يبقى الشيء حصل، تذكرت ان انا عملت كذا. وصلت؟ تمام. اوكي امنيه ثانكس لوت. وكنت شايفك يا مستر عصام تقول لي سيكشنز بقى وتقول لي سكاشن. وانا قلت المره اللي فاتت قلت لهم عندليب وجمعتها قلت عنادب، وتقريبا شاهد او حد قال لي لا يا مستر عنادل، انا بعترف واقول ان الصحه بتاعها فعلا عنادل مش عنادب، وشكرا طبعا للنصيحه. وهنرجع تاني سريعا، بس هو في جمع تكسير لعنادب. يس بلابل شغاله. يس نرجع تاني كده، كان في جمله اخيره كده يا مستر عصام كنت اكد بس على استخدامنا لكلمه whom كمفعول. Yes. لو قلت مثلا this is omnia دي اول جمله. Yes. Could you please write it? Yes. This is omnia. Yes. الجمله الثانيه كانت بتقول I told you about her. I told you about her. عزم كل الاجابات الممكنه. نبص كده للجمله اللي عندنا this is omnia لوحدها، لكن في تكرارها في الجمله الثانيه I told you about her. طبعا اكيد امنيه لسه قاعده بتسمع، فبص يا امنيه بقى والكلام للجميع، يا ترى امنيه في الجمله الثانيه متكرره في انهي بوزيشن؟ الوضع بتاعها شكله يا ترى فاعل ولا مفعول؟ عشان كده احنا اجلنا شويه نتكلم على هوم. لما يقول لي دي امنيه اللي انا كلمتك عنها، يعني انا اللي اتكلمت وامنيه موضع الحديث، يعني هي هنا المفعول. يبقى this is طبعا الدخله هنا عشان هوم الاول بنركز عليها. This is omnia whom التي I told you. خدوا بالكم بقى هنعمل حاجة، اكتب about here ولا about بس؟
احنا مش جايبين هوم كبديل للضمير اللي موجود. أيوة. هو الضمير اللي موجود كان هي ضمير مفعول. شكرا كده روح. اه يعني لو مكتوب هير تبقى فاين ذا ميستيك بقى. طبعا طبعا اباوت ونخلص على الغلط. نخلص عند اباوت. طب انا عايز كلمه اباوت بقى احطها الاول بس. هي كلمه هوم هنا استبدل بكلمه هو صح ولا لا؟ احنا ممكن نشغل هو. تمام رهنا بطريقه ثانيه نكتب ونكتب بالقلم الازرق عشان بس عصام نكتب مكان كلمه نحط الاثنين جنب بعض ونقول هو. يبقى دي في حاله ثانيه حط كلمه هو ادي حل. تمام. طب عايز بقى حرف الجر. هو الاباوت هو ولا اباوت هوم؟ السؤال ده في محله. تمام. احنا عارفين ان هو صعب جدا نحط قبلها حرف جر. ما نحطش اساسا عشان يخلص. لكن في بعض الجمل بتبقى مستبدله وحاطه حرف الجر في اخر الجمله. ماشي ليها قول تاني ممكن. ماشي. لكن هنا عشان حرف الجر لازم يبقى هنا حصريا معه. أيوة. يبقى about whom I told you about. لكن لو انا مصر اشغل هو يبقى انا هقول this is امنية هو I told you about. حرف جر جاي في الاخر. حلو قوي. بعيد عنها. طيب انت قلت لي مره هو مره هوم ومره about. yes. whom. طب ذات نفس الجمله. نفس الجمله. yes. هتبقى this is امنية that I told you about. بالظبط كده. هل ممكن بقى انت قلت لي كم حل؟ هو هوم about whom that. اربع حلول. هل ممكن ما استخدمش ضمير وصل بالمره؟ تمام. اقول ايه بقى؟ اغير الكلام ده على طول واروح. yes. شايل الفرح ده اقول this is امنية I told you about. حلو جريت. يبقى this is امنية who I told you about. this is امنية whom I told you about. this is امنية about whom I told you. this is امنية I told you about. طيب انا عايز بقى جمله تشويس. تمام كده. هديلك الدور ده على كلمه ويتش يا مستر عصام عشان يبقى نفس السيستم. اوكي. تمام كده. لو قلت مثلا this is the film. ده الفيلم. وبعد كده عندي choices كده. yes. تكتب حالا زي. تمام. space. اول اختيار عندي بيقول لي which I saw at. which I saw at. تمام. والجمله الثانيه I saw at. الثالثه I saw. والرابعه that I saw at. I saw it. yes. حلو قوي. احنا عندنا السؤال زي ده تحديدا السيمتري دي والفانكشن دي اللي بتبقى مرجحه اكثر تيجي. yes. يعني الطلبه اللي مستنيه يديني جملتين وعندي سبيس ويقول لي دور بقى هات من تحت هو ولا ويتش وكلام من ده. لا دي راحت عليها. الحته دي اللي ممكن تيجي اللي فيها شويه تفكير. طيب احنا متفقين يا شباب احنا جايبين روابط اللي هي pronouns which زي كده هنعمل كده بالازرق with that. مبدئيا احنا جايبين الرابط عشان يحل محل ضمير متكرر في الجمله. مستر محمد ملاني الجمله which I saw it. ايه ده لسه فيها ايه ورا يا شباب؟ والثانيه that I saw it ولسه في ضمير جاي ورا. طب ده الضمير ده جاي عشان يلغي وجود ده. يعني انا عندي which جايه تبدل مع it وذات جايه تبدل مع it. يبقى اذا هما الاثنين نسخوا بعض كده اتلغى الاختيار ده خالص. مستر محمد حاططها لنا عشان يقول لنا هل من الممكن ان انا استعمل جملتين مربوطين من غير ما تربطوا؟ يعني ما عنديش رابط في الجمله؟ ينفع. This is the film I saw. I saw. اهي الجمله اهي. ده الفيلم اللي هي ترجمتها which I saw. which I saw او that I saw. بس احنا الجمله بتاعت which و that مقفولين عندي بالضبه المفتاحه زي ما بيقولوا. عندي ضمير. فيهم ات. يبقى هنا this is the film I saw. this is امنيه I told you about. شايفين الكلام؟ عندنا قصة جميلة قوي اسمها omission of pronouns. ازاي تحذف الضمير تحذف الرابط اللي في الجملة دي. بقى عايزة ناس تقرأ الجملة والترجمة لانها بتعتمد على زي ما بنقول كده الملاذي الاخير الترجمة المظبوطة للجملة. هل انا محتاج رابط ولا مانيش محتاج؟ تمام. رائع يا مستر عصام. اكيد كان كل احبان هيدور على كلمة طبعا يقول لك the film. اكيد غير عاقل هيبعد عن كلمة هو. لكن يقول انا عندي كلمة which ويتش تستبدل بكلمه ذات والاثنين موجودين زي ما المستر عصام الاثنين مقفولين بكلمه ات. لان مش ممكن اجيب كلمه ويتش في اخر جمله ات لا ولا ذات نفس الكلام. لا هو هنا في الحاله دي حذف ضمير الوصل وقال لي this is the film I saw. اوكي احبائي طبعا اكيد الواحد لسه فيها اكيد كتير جدا هو از وير اند سو اون. لكن this will be next time ان شاء الله. وخلونا بس كده يعني really many thanks to مستر عصام and to all the people behind the camera and to all of you, our viewers and our students, and really we are wishing you good luck and until we meet again, good luck and goodbye.